مننا هي طلقة في دماغ كل واحد فينا. بس لو واحد عايز يتسلى موت ده، يحبس ده، كسر دماغ ده، شوية عرايس خشب بيحركهم بصوابعه. بس احنا الغلطانين، احنا اللي علقنا نفسنا بحباله. طب هنعمل ايه يعني؟ هنسكت دلوقتي؟ لازم نسكت لحد ما الدنيا تهدى كده ويشيلنا من دماغه، ونشوف بعد كده هنعمل معاه ايه. يا جماعة احنا قلنا الكلام ده 100 مرة ومحدش سمعنا. ايه يا عم يوسف؟ خلص بقى موضوع غالية وابوها ده. يا عم اعتبره خلص، مفيش مشاكل من ناحيتي، انا مأمن الدنيا يا عم ديبو، انت فيه ايه؟ وانا كمان هحاول اظبط موضوع الشيكات بتاعت لولا، محدش ضامن هيحصل ايه بكره. انا مش فارق معايا كل اللي انتوا بتقولوه ده. ميمي، انت هتفضل هربان كده على طول؟ معلش يا سماح، انا عارف ان احنا من ساعه ما اتجوزنا والدنيا متشقلبه، بس غصب عني والله ما كنت اعرف ان احنا نوصل لكده. وانا مش فارق معايا كل ده، انا كل اللي يفرق معايا ان انت ترجع لي بالسلام. معلش، اصل هي الدنيا كده، لما بتقول للواحد لا صعب قوي ان احنا نغير اللي في دماغها. هنعمل ايه؟ انت قتلتها يا مين؟ لا يا سماح. كده على طول؟ ما خلاص قلنا ننسى اللي حصل، مش انا قلت لك كده؟ في حاجات ما تتنسيش، وبعدين انسى ازاي في وسط اللي بيحصل حوالينا ده كله؟ انت مش شايف؟ شايف شيماء، الدنيا عمرها ما هتفضل حلوه على طول، وبرضه مش هتفضل وحشه على طول. في وقت هتيجي عليك هتكوني فرحانه وسعيده والدنيا مش سايحاكي، وقتها تكوني حزينة مش طايقة عيشتك عشان خاطر أخوك. لو ليا خاطر عندك عدي المشكلة دي، عديها عديها بدل ما تحرمك من أي حاجة حلوة في الدنيا دي، عديها. والله العظيم بحاول، والله بحاول. طيب عديها عشان خاطر أحمد، لسه كنت قاعد معاه واتفقنا على حوار كده و... حوار ايه؟ جواز يا بنت. ايه؟ عايزك تفرحي تبسطي، ولا اكلمه والغي الموضوع ده خالص؟ استنى بس، عايز تفرح ولا عايز تخلص مني؟ عايز اطمن عليكي، عايز اثبت لك ان الدنيا فيها كده وكده، عايز افرح بيكي. اي فرحه في وسط اللي احنا فيه ده، عليكي شايفه اللي بيحصل لنا وميمي ويوسف، اي فرحه. تفتكر ليه وزيرة تعرف أو تصاحب واحد زيك؟ والله ما أعرفش يا باشا، ممكن تسألها. أسألها؟ ده إحنا شكلنا كده هنطول مع بعض. موسى يا رايق، أنت ليه قتلت فريدة الوكيل؟ أنا ما قتلتش فريدة الوكيل. أمال رحت بيتها ليه ساعة ارتكاب الجريمة؟ زيارة. زيارة؟ زيارة بصفتك ايه؟ صحاب. صحاب؟ صحاب. اهو ده بقى هيرجعنا للسؤال الاولاني، فاكره؟ فاكره يا باشا. ايه اللي يخلي فريدة الوكيل تعرف واحد زيي؟ ومش قول لي ساعتك اسأل عشان عارف انها ماتت. اتقتلت. اتقتلت يا باشا.
ليه بقى قتلت فريدة الوكيل؟ ايه الاخبار؟ روعة الوكيل نيابة. ربنا يستر. سماح، تبقى لك يومين ما بتناميش، خدي بعضك وروحي على البيت استريحي شويه. لا، ونعمة الشريفة ما سايباه ابدا، انسى. قعدتك هنا ملهاش لازمة، مش هي اللي هتطلعه، روحي في البيت واستريحي. قلبي وكلني عليه يا يوسف، حرام عليك يا اخي. يا ستي ما كلنا قلقانين عليه، بس زي ما بقول لك قعدتك مش هتعمل حاجة، روحي البيت استريحي وكلي لك لقمة وتعالي تاني. يلا يا سماح. يلا يا بنت الناس، قعدتك كده مش هتنفع، لو خرج دلوقتي عاملة كده هيتعب أكتر ما هو تعبان، استهدي بالله وصلي على النبي أمال. حرام عليك يا أديب وحرام عليكم يا جماعة، لا طب أنا لو أنا مضايقاكم أنا هسكت، مش هفتح بوقي خالص. يا ست والله العظيم هنطمنك بالتليفون. لا لا، والنعمة ما بس. سيكا ولا حاجة يا سيكا. يلا يا سماح. يلا أنا هروح. بتتحبوني ليه دلوقتي أكتر ما أنتوا؟ يلا يا سماح. والله العظيم. استهدي بالله صلي على النبي، والله هنطمنك. يلا يا سماح هنطمنك. روحي يا سماح واحنا هنبقى على اتصال مع بعض، مش هيحصل حاجة عادية. يلا يا سماح. يلا يا سماح. يلا. والنبي اطمنوني. طيب والله العظيم معاهم انا احكي لو عارف حاجه في البيت ولا حاجه. ماشي يا يلا. انا هشرب شاي قبلك. ماشي. في بضاعة في المخزن زي ما هي كده واديها لحاج سيد، عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن، بس اديها له خلاص، وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك دوروا وراها وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس. وعارف كمان لو قتل حد زي الوزير الدنيا تتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار. الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار. طالما في صغيرين زينا بيشيلوا بلاويهم. لا 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 ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد ودي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه وتقولي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل، انت مخبي عليا ايه؟ بص يا اروى عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا رب. يحبس المتهم 4 ايام ويراعى له التجديد. انا ممكن اكون مصدقك لكن في نفس الوقت مفيش في ايدي اي حاجه اقدر اساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا احنا بس. على الغلابه اللي ما لهمش ظهر. يا موسى القانون عايز ادله. وانت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه اي دليل، يعني بالنسبه لي مجرد كلام. حتى لو انا مصدقك برضه ما اقدرش اديك اخلى. لاني ما اقدرش اكتب في الدفتر ان انا اخليت سبيلك لاني حاسس انك مظلوم. انت حتى ما قدرتش تدينا اي دليل قوي ينفي عنك التهمه. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، انت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي
وفعلا في ناس بالاوصاف اللي انت قلتها دي، يبقى انت فعلا في مشكله، مشكله كبيره، وللاسف حلها مش عندي.